وافق مجلس إدارة بورصة البحرين في اجتماعه الثاني للعام 2017 على إنشاء شركة البحرين للمقاصة بحرين كلير برأس مال صادر بقيمة 5 ملايين دينار ورأس مال مدفوع بقيمة 1 مليون دينار، على أن تمارس الشركة نشاطها فيما يتعلق بتسوية وتقاص وإيداع الأوراق المالية والحافظ الأمين لسجلات المساهمين وخدمات أخرى للشركات والمستثمرين والأطراف ذات العلاقة. هذا واطلع المجلس خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة عبد الكريم بوتشيري رئيس مجلس الإدارة على عرض لملخص الخطة الاستراتيجية 2016-2020، وأقر المجلس في اجتماعه البيانات المالية الختامية للبورصة، كما ناقش تقييم أداء البورصة للعام 2016 وتقرير الحوكمة الخاص بالبورصة، إضافة إلى أبرز إنجازات السوق المالية خلال العام الماضي. من أبرز منجزات بورصة البحرين خلال العام الماضي مشاهدينا إطلاق سوق أذونات الخزينة، والذي نتج عنه إدراج 42 إصدار لأذونات الخزينة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3 مليارات دينار، إضافة إلى استحداث سوق لصناديق عهد الاستثمار العقارية، والذي نتج عنه إدراج وحدات عهدة بنك الإسكان العقارية، على وعلى إدراج 4 إصدارات لسندات بقيمة إجمالية بلغت 871 مليون دينار. أكد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة محمود الكوهجي نجاح المملكة في تخطي تبعات خسائر القطاع النفطي بفضل تبنيها منذ فترة طويلة لسياسة تنويع مصادر الدخل مع الاعتماد أكثر على القطاعات الاقتصادية غير النفطية. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي يوروموني 2017، حيث أكد استمرار شركة ممتلكات في البحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية المربحة في عدة دول حول العالم. وقد كشف الكوهجي أن حجم المحفظة الاستثمارية لممتلكات في الوقت الحالي يتجاوز حاجز 45 شركة، وأن 25% من إيرادات شركة ممتلكات ناتجة عن استثمارات جديدة، لافتا إلى أن ممتلكات نجحت خلال العام الماضي في استقطاب 6 مشاريع استثمارية جديدة. تكلمنا عن الجهود اللي تقوم فيها مملكة البحرين في تنويع مصادر الدخل، تكلمنا عن الفرص الاستثمارية الموجودة في البحرين، وصراحة بينا للحاضرين الجهود اللي قامت فيها الحكومة على مر العقود في تنويع مصادر الدخل. يعني البحرين الدولة الوحيدة في الخليج اللي البترول أو الشقة النفطية 20% من الاقتصاد الوطني، فهذا يدل أن الحكومة كانت جاهدة في تنويع مصادر الدخل وتحفز الشيء هذا. ممتلكات بعد واحدة من المبادرات الحكومية في خلق جهاز استثماري لا يعتمد على موارد الحكومية، وأنا أعتقد الإجراءات اللي تكلموا فيها أمس هي تبين مدى قوة الاقتصاد البحريني ومدى قوة القطاع الخاص في البحرين. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.